الوحيد اللي جاء فيها التنفيذ، نعم. واسلوبه تعكس لنا على المهاره والقدره العاليه قدرة اللاعب. يعني نشوف الكره من فوق الحائط، الصد اللي موجود فوق الحائط موضوع بشكل يعني ما فيها قوه، ولكن فيها دقة. وفيها ايضا شوف لفه الكره يعني بعيده، تروح بعيده عن الحارس، يعني في زاويه صعبه كانت على الحارس ايضا. كره متقنه صراحه. فهذه احنا مثل ما ذكرنا في البدايه انها يجب ان يكون عند الفريق اكثر من سلاح او اكثر من طريقه للتسجيل، وهذا احدى الطرق اللي في كثير من الفرق انشاد يعني يتميزون في الفاولات هذه، فهو يعني فريق ناقص. ولله الحمد نشاهد هنا يعني حتى بس عندنا اكثر من لاعب مثل بسام في الجهه اليمنى، والحين نشاهد سلطان في الجهه اليسرى، فعندك اكثر من لاعب واكثر من حل لتسجيل الاهداف. كابتن بس بشكل سريع نبي نتكلم